افراد كؤوس، يعني النقطه فيها محسوبه عليك، يعني ده اللي بتكلم عليه يا كابتن. بص يا كابتن هاني، يمكن تكمله لكلام الكابتن عادل، ان دايما النادي الاهلي محطوط تحت ضغوط، وبيبقى عنده مجموعه لعيبه بتقدر ده بشكل كويس، عنده جهاز فني مقدر ضغط المباريات، عنده جهاز فني واداره بتقدر تشوف الرؤيه على مدار الموسم، ان انا بلعب في 5 بطولات فانا هنظم الموضوع ده ازاي. مع انا بشوف ان اكتر يعني اكتر فريق ممكن يمكن يكون مضر او الضرر على واقع عليه الفتره دي هو النادي الاهلي من ضغط المباريات، من ضغط. لكن ما يميز النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم دايما ان هو ماشي في تراك، هو عايز عارف عايز ايه كويس. صحيح. لكن النادي الاهلي الفتره دي اميز حاجه عاملها ان هو مش مدي ودنه ولا مدي، مش داخل في الخناقه يعني. صحيح. بمعنى اصح هو مش طرف يعني النادي الاهلي مركز في طريقه، يعني بص يا كابتن دوشه كتيره لكن في فوكس كده على الموضوع بالنسبه له. الله ينور عليك. حتى الشماعه اللي في كل الفرق بتعلق عليها اللي هو ضغط المباريات، الاجهاد، المشاركات الافريقيه، لا النادي الاهلي هو اكتر فريق بيشارك في افريقيا، في بطولات افريقيه، في كاس عالم الانديه، في كاس سوبر افريقي، سوبر مصري، كل 3 4 ايام مباراه. لكن الميزه اللي عند اوضه لبس النادي الاهلي ان هم قافلين على اللعيبه بشكل كويس، الجهاز قافل على اللعيبه بشكل كويس. يمكن انا بشوف ان يعني مصابه كومان عند كومان فوائده، مباراه الزمالك اللي انسحبوا فيها هي اللي ادت الافضليه، وان هو يرجع بقوه لان اللعيبه ريحت اسبوع بشكل كويس، عديت نفسك بشكل كويس، ده رجعت لك الاصابات، اللعيبه رجعت لك من الاصابات تاني، بدات ان انت تريح. وحتى الشكل الفني اختلف بعد الاسبوع دوت، يعني كسبانين الجيش 4 وكسبنا الداخليه 4، فحتى يعني في اريحيه شويه واضحه للنادي. اللعيبه مرتاحه كابتن، وسام ابو علي قدر يرجع من الاصابه. صحيح. عمر كمال قدر يرجع ويخش بشكل كويس، كريم فؤاد قدر يخش بشكل مستمر. وما يميز النادي الاهلي السكواد اللي عنده يا كابتن هاني، اللي انت بتتكلم في حوالي 30 لاعب قادرين ان هم يشاركوا في كل البطولات، وده ما يميز النادي الاهلي هو السكواد اللي عنده، ان كل اللعيبه مستوياتها متقاربه، الراجل بيقدر يغير 3 4 عناصر في التشكيل، فده اللي مدي النادي الاهلي الافضليه. وزي ما بتكلم دايما النادي الاهلي يمكن ما يميز النادي الاهلي ونتائجه ان هو بعيد عن الخناقه، مركز في بطوله الدوري، ان هو جاي من بعيد راجع بشكل كويس، وده ان شاء الله ده يديك البطوله في الاخر ان شاء الله باذن الله. هروح كابتن لكابتن عادل. كابتن عادل، كولر كان بيتكلم على نقطه مهمه جدا واتكلمت عليها، ان هو تقييم اللعيبه، هو ما بيقيمش اللعيبه بس في المباريات بس، هو بيقيم اللعيبه من خلال التدريبات. هسأل حضرتك، وحضرتك مدير فني كبير وكان عندك سنين طويله في النادي الاهلي، كنت مدير فني لقطاعات كثيره من الناشئين، هل ما زالت ثقافه اللعيب المصري ان هو بيقول لك لا انا ممكن اتمرن نص نص وهطلع كل اللي عندي في المباريات، هل ده ما زال موجود عامه في اللعيب المصري؟ هل الجزء بتاع ان خلاص البطولات بقت كثيره جدا، وبطولات ومباريات كثيره جدا، فيبقى لازم